رئيس الجمهورية يصدر قرارات هامة خلال اجتماع مجلس الوزراء ويسدي أوامرا للحكومة من أجل التكفل بانشغالات المواطنين. الرئيس تبون أكد على أن الدولة ستواصل إعادة التأهيل العام والنهوض من آثار المرحلة السابقة التي كانت نتائجها كارثية وتبعاتها جد خطيرة على البلاد. رئيس الجمهورية شدد على تنظيم الاستيراد وتوفير مختلف السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة بهدف خلق وتغذية الإشاعات حول الندرة. دعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع سيبقى مكفولا، وهي تقف بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين. الرئيس أمر باتخاذ إجراءات لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف، تأجيل دفع الإتاوة والقروض الفلاحية لمدة 3 سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد، تعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا، تنظيم عمليات الاستيراد هدفه تشجيع وحماية المنتوج الوطني وليس خلق الندرة على حساب المواطنين، لأنه لا تقشف مع قوت الجزائريين. الإسراع في إتمام صوامع تخزين الحبوب لبلوغ طاقة استيعاب 9 ملايين طن. رئيس الجمهورية أمر بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات في مجالس الوزراء وحصر ما لم يتم تطبيقه منها، تحديد أجل أقصاه 1 شهر للجان مراقبة تنفيذ هذه القرارات على أن تكون الاستعجالية منها على رأس الأولويات. الرئيس تبون أمر برفع منحة الطلبة الجامعيين إلى 2000 دينار شهرياً، الوقوف على كل انشغالات أولياء التلاميذ بخصوص تمدرس أبنائهم، فتح ملف الإمامة وتصنيف الأئمة والمساجد من أجل تنظيم أكبر للقطاع، وإعداد القانون الأساسي للأئمة الذي سيتضمن مراجعة أجورهم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.